Make group and make component. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندسة سلوى سلامة من شركة فيوتشر ديزاين. النهاردة بإذن الله هتكون سادس المحاضرات للجانب العملي التطبيقي لبرنامج السكتش. وموضوعنا النهاردة هيكون عن الفرق ما بين make group و make component. دلوقتي ده مش محتاجينه. لو دلوقتي أنا كده مثلا معايا مجسم زي ده، حولته من 2D ل 3D، تمام. بعد كده قلنا شرط ان احنا نخلي المجسم كله نقدر نحوله نغيره من موف او روتيت، نخليه كله اوبجكت واحد. فبندوس تريبل كليك، كليك يمين، وهنختار حاجه اسمها مي جروب. طيب انا لما عملت مي جروب قلنا من السيشنز اللي فاتت ان احنا نقدر نحركه عادي ككل، مش لازم ان هو يكون الشكل يتغير معاه، لا يحتفظ بالوظيفة بتاعته. طيب هل انا لو انا دلوقتي كده بعد ما عملته مي جروب واخدت منه مي ايه اري، اخدت ده نسخة كده، وبعد كده قلت شيفت 8 عدد او ستار على طول في عدد، اداني الاري بتاعي. لو انا دلوقتي فعلت اي شكل من الاشكال دي وغيرت في شكل من الاشكال، هنلاحظ ايه؟ لو كنت مثلا بسلكت، وعشان اقدر افعل اي شكل انا حاسس ان اغير فيه لازم ادوس دبل كليك عليه. كده انا فتح لي الشكل ده بحيث انه رجع لي الخطوط تاني كل لاين لوحده زي ما كان في الاول قبل ما اعمل له ايه ميك جروب. طيب لو انا غيرت في الشكل، نلاحظ احنا برضو ان الاشكال كلها التانية اتقفلت معايا ما عدا الشكل اللي انا فعلته. طيب لو انا كنت مثلا هنا قلت انا عايزة اعمل اوفست في الشكل ده كده، هنلاحظ ان مفيش اي تغير بيحصل في الاشكال. طيب مثلا نيجي نعمل بوش بول كده، هنلاقي ان مجرد الشكل اللي انا بس بعمل فيه تغيرات هو اللي اتغير معايا ما عدا الاشكال التانية. طيب يبقى ده اول حاجة عملناها ايه ميك جروب. طيب لو انا مثلا خرجت بره الشكل قلت هعمل كده، رسمت حاجة تانية كده، وحولته من 2D ل3D كده، وبعد كده خدته تريبل كليك، والمرة دي المرة فات عملنا ميك جروب، المرة دي هنعمل ميك كومبوننت. تمام، لازم اتأكد ان هنا معمول لي مارك على ريبليس سيليكشن ويز كومبوننت. بعد كده ندوس كرييت، اللي حصل عمل لي نفس اللي حصل في الميك جروب، خلى الاوبجكت كله مجسم واحد مش لاينز وفيسز. تمام، طيب لو انا خدت زي نفس اللي عملته في الاوبجكت اللي انا خدته ميك جروب، عملت array بردك اللي انا عملته ايه make component. جيت كده بالموف تول قلت له array، عملت drag وانا ايدي على الكنترول، بعد كده shift 8 عدد او star وعدد على طول. تمام، هنلاحظ ان اتعمل لي array للأوبجكت اللي انا عملت له ميك كومبوننت. طيب نلاحظ احنا لما احنا عملنا نفس العملية دي في الميك جروب وغيرنا في شكل من الاشكال، الشكل الوحيد اللي احنا فعلناه هو اللي اتغير معانا، والاشكال التانية فضلت زي ما هي ما اتغيرتش. طيب ايه اللي هيحصل لو احنا عملنا نفس الحكاية في الميك كومبوننت؟ طيب لو زي مثلا انا خدت المجسم ده وفعلته نفس اللي انا عملته في الميك جروب، دبل كليك، فعلت الشكل اللي انا عايز اغير فيه واتقفل لي كل الاشكال التانية، وخدت مثلا عايز اعمل اوفست كده، نلاحظ ان كل الاوبجكت اللي انا عملته، كل المجسمات اللي انا كنت عاملاها قبل كده عمل ايه؟ حصل لها اوفست برضه. طيب لو انا مثلا عايز اعمل اكسترود لجزء معين، هنلاقي ايه؟ كل حاجه انا بعمل لها تغير في اللي انا فعلته، نفس الاشكال اللي انا واخدها الري بتتفعل معي. طيب
يبقى احنا نلاحظ الفرق ما بين الميك جروب والميك كومبوننت. زي مثلا لو انا عندي كذا شباك وفي الشبابيك دي فيها تفاصيل، لا مش لازم كل شباك هعمل له من تاني، لا هغير فيه تغيرات، لا انا ممكن اخد شباك واحد وبعد كده اخده ميك كومبوننت واغير فيه شباك واحد هيتغير معايا الاري اللي انا اوريدي واخداه. تمام، زي كده لما كنا عملنا السلم الدائري. السلم الدائري لما كنا عملناه خدنا سلمة واحدة اللي هي سلايس مثلث، وبعد كده اخدناه ميك كومبوننت، ولما جينا نعمله هاندرل او تغير في سمك السلم اتغير معايا السلالم كلها مرة واحدة، ما عدتش اغير فيه سلمة سلمة. طيب انا دلوقتي انا واخده الري وغيرت في الاشكال. طيب انا مثلا عندي الري غيرته وفي بعض من الاشكال عايزه اخليها تبقى منفرده عن الاشكال كلها، بحيث ان اغير في الشكل في الاشكال كلها ما عدا شكل او اتنين منهم. ازاي كده؟ انا هقفل الري التفعيل بتاعها، وبعد كده زي مثلا هفعل الشكل ده، بعد كده كليك يمين واعمل حاجه اسمها ميك يونيك، اخليها منفرده او فريدة عن الباقي. زي مثلا انا خلاص خدت الاوبجكت ده وعملته ميك يونيك. طيب اتأكد ازاي ان هو فعلا بقى يونيك عن الباقي؟ هاجي مثلا وهاجي اقول الشكل ده عايز اعمل فيه تغيرات، فعلته اول حاجة. بعد كده هاجي بالاكسترود واقول انا عايزة امد الاشكال. نلاحظ مع بعض ان كل الاشكال بيعمل لها اكسترود معايا ما عدا الشكل اللي انا عملت له ايه؟ ميك يونيك. تمام، يبقى الفرق ما بين الميك جروب والميك كومبوننت هو ان بعض التغيرات اللي انا عاوزاها بتحصل لي في الميك كومبوننت، بحيث ان لو انا عندي حاجات بعد كده عايز اغير فيها وبعد الاشكال دي واخده اري، مش لازم ان انا اروح كل شكل اغير فيه، زي مثلا السبوتات اللي بتتحط في السقف. تمام، طيب مثلا بعض السبوتات لازم مثلا تكون مقفوله معايا، او بعض الشبابيك اللي انا عملتها وبعد كده خدتها عاملاها ميك كومبوننت وبعد كده خدتها الري عايزاها تكون مقفوله والبعض يكون مفتوح. قلنا نعمل مارك للاشكال دي، نعملها سيلكت وبعد كده كليك يمين ونختار حاجه اسمها ميك يونيك. طيب والفرق ما بين الميك جروب، الميك جروب بيبقى كل شكل منفصل عن بعضه، مهما عملت الري كل شكل بيكون ليه شكله الخاص، مش زي الايه الميك كومبوننت. وهنكمل الباقي ان شاء الله السيشن الجايه.